السلام عليكم، مساء الخير جميعا. أرحب فيكم وأتمنى لكم الخير والصحة والسعادة إن شاء الله يا رب. يسعدني أن ألتقي فيكم مرة أخرى عبر منصة جمعية إشراق في البث المباشر وإن شاء الله المفيد عبر تويتر. اسمي وجدان عبد الله السكران، دكتوراه في التربية الخاصة وأيضا ماجستير في التدخل المبكر. أحب اليوم أتكلم معكم في هذا المساء الجميل حول موضوع كيف نربي أبناءنا على المسؤولية والاستقلالية وأهمية هذا الموضوع بشكل عام. طريقة سير الكلام إن شاء الله راح أتكلم عبر المنصة الآن في تويتر، وراح ألقي الأفكار والأشياء اللي أحب أوصلها لكم، وأرحب أنا دائما بالتفاعل. مثل ما دائما أقول، الموضوع مني لكم ومنكم لي، فالله يحييكم على المشاركات. أي سؤال، أي ملاحظات وإضافات أيضا تثرون فيها حديث اليوم، تفضلوا. إذا في استفسارات معينة دقيقة تحتاج شرح أكثر، راح أخذها في آخر اللقاء بتكلم عنها بالتفصيل. أو في حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي شيء فيما يخص يعني مجالي، تفضلوا اطلبوا أي شيء من خلال الرابط أو الكومنت بعد ما تثبت الحلقة في موقع جمعية إشراق. أوكي، أعتقد العدد كافي الآن. إذا الصوت مو واضح أو شيء، يعني خبروني، بلغوني. طيب، نبدأ بمعرفة الهدف من التربية. نشوف إنه هدف كل أم وكل أب في تربية أبنائهم، أو حتى الجد أو الجدة أو أي شخص مسؤول عن تربية الأطفال سواء كانوا الذكور أو الإناث، هو أنه يصلوا بهم إلى مرحلة الاستقلالية. أوكي؟ يعني هدفهم أنهم يساعدونهم أنهم يعتمدون على أنفسهم في المستقبل. هدفي أنا، هدفك أنت، هدفك أنت، أي أم وأب في التربية، التعليم، الأشياء اللي إحنا نمارسها في حياتنا اليومية مع أطفالنا، إيش؟ أنه الألتيميت جول، الهدف النهائي، أني أنا أوصل لهم لأعلى سقف من القدرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس. دائما نقول أنه نتمنى أنهم ما يحتاجون لأحد، وأنه أيضا نرغب أنهم يصبحون ما يحتاجوننا أو عندهم القدرة على عدم الاعتماد علينا في المستقبل. فبالتالي يتعب الوالدين في التربية، التدريب، تقديم النصائح، التوجيهات والإرشادات، يعني كل ما بوسعهم يقدمونه لأبنائهم. أثناء سير الحياة ممكن تمر الأسرة بظروف صعبة، الوالدين قد يمرون بظروف صعبة من ناحية مثلا تعب، مشكلات جسدية، يعني التربية بشكل عام متعبة، ما هو شيء سهل. فبالتالي قد يكون في ضغوط نفسية، مشكلات مادية، لكن رغم هذا الأسرة تضغط على نفسها أنها توفر كل ما بوسعها من أدوات تعليم، تسجيل في المدارس، دروس معينة قد يحتاجونها، شراء الأشياء اللي يحتاجونها، الأدوات، التغذية وإلى آخره. كل هذا التعب ليش؟ علشان نصل لمرحلة الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية. ودائما الأسر تقول أو الأب والأم إنه ما أبي أولادي يحتاجون لي. ناو اللي يحصل إنه أحيانا بعض الأسر تتمسك بهالشيء، اللي عندهم خوف واعتقاد إن الطفل إذا اعتمد على نفسه إنه خلاص بيتركني أنا كأم، أو الأب لو شاف طفله أو ابنه اعتمد على نفسه واستقل وانطلق للحياة ممكن يتركني. وهنا يجي نوع من الصراع ما بين قد إيش نعطيهم من مسؤولية واعتماد على النفس،
وقديش نخليهم دائما بحاجة لنا حتى يرجعوا لنا. خلونا نشوف تطور الاعتمادية أو الاعتماد على النفس والاستقلالية، وكيف الطفل يتعلم مهارات الاعتماد على النفس. الطفل لا يولد عنده القدرة أنه يكون مستقل ومعتمد على نفسه، هذه المهارات تجي مع التربية والعوامل البيئية. يعني يمكن الشيء الوحيد اللي الطفل يعتمد على نفسه فيه ويجي بشكل تلقائي بعض المهارات الفسيولوجية مثل المشي، الوقوف، نبدأ طبعا بعدين المشي، الركض، الجري، حتى اللغة والكلام تجي من الأسرة والتربية. يعني لو الطفل ما يسمع أصوات ونماذج كلامية يمكن يتوقف عند مرحلة المناغة. فبعض المهارات فقط هي اللي تكون بشكل تلقائي، لكن الباقي من المهارات يحدث من البيئة ويعتمد على عدة عوامل مثل ما ذكرت. إذا قلنا إنه مهارة الاعتماد على النفس والاستقلالية لا تجي بشكل تلقائي، وإنما تحدث من البيئة وبكل ما في البيئة من عوامل، سواء كانت أساليب التربية والتعليم من الوالدين، أساليب التربية والتعليم من اللي موجودين مع الوالدين مثل تدخل الجدات، الأعمام وإلى آخره، وسائل الإعلامية، الرفقاء والمحيطين فيه. لكن يعني يتفق جميع المربون والمختصين في التربية والتعليم بأنه التدريب يفترض أنه يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني تعليم الطفل المهارات هذه يبدأ من الصغر. كيف أنا أدرب طفلي أو كيف يتم تدريب أبنائنا؟ لو لاحظتوا أنه معظم الأسر، يعني الوالدين بشكل عام، دائما يحرصون على تدريب أبنائهم أهم مهارة، أنه يعتمد على نفسه، أنه يأكل نفسه. نبدأ من عمر الطفل حتى 8 شهور أو أقل، أنه يمسك الرضاعة بيدينه عشان يشرب الحليب لحاله، بعدين نبدأ نعود أنه يمسك الكاس والكوب، يمسك الملعقة، يقطع، بعدين يبدأ ندربه على مهارة ارتداء الملابس، كيف يعتمد على نفسه، يلبس ملابسه بنفسه، يلبس حذاء وأنت بكرامة بنفسه، وهكذا. لكن أبغى أضيف كمان نقطة، إن إحنا نبدأ نعلمهم كيف يعتمدوا على نفسهم في النظافة الشخصية، يعني كيف تغسل يدينك، كيف تاخذ الاستحمام، تقضي الحاجة وإلى آخره. المشكلة متى؟ إن إحنا نعتقد إن هي هذه بس مسؤوليات الطفل. يعني إحنا نقول إنه خلاص اعتمد على نفسه، لا أنا ابني مستقل، لكن هل يا ترى هذه هي فقط المهارات الاستقلالية؟ خلاص الطفل يعرف يأكل نفسه، يلبس نفسه. نقول طفلي مستقل معتمد على نفسه؟ لا طبعا. لكن الأسر مشكلتها أنها ما تزود المهام وما تزود المسؤوليات لعدة أسباب. إما أن الوالدين يخافون على أطفالهم، يعني خوف لو زودت المهام يؤذي نفسه، لو خليته يعتمد على نفسه يعمل الأكل، يروح يجيب الأشياء، يقطع الأشياء، يطبخ، يشيل الملابس، يشغل الغسالة، ينظف طاولة الأكل، يشيل صناديق الألعاب، لا ممكن يؤذي نفسه ممكن. أو أحيانا يعني طبعا هي حماية زايدة، لكن في شيء ثاني، إن احنا نخاف إنهم يخربطون أكثر، يحوسون الألعاب، ملابسهم تتلخبط، فبالتالي لا تختار ملابسك، أنا اللي بجي وأعطيك لبسك عشان ما تحوس لي، أنا مرتبة البلوزات مع بعض، البنطلونات مع بعض، الفساتين مع بعض، إن لو الطفل اعتمد على نفسه خرب لي البيت. لا تحط الأغراض أو الأكل مثلا على الطاولة لأنه ثقيل، يمكن فيه حار، أو البارد، الثلج، السكاكين، النار في المطبخ، ونبدأ نعطي كمية لا خطر ومنع، إلى ما يصبح عند الطفل نوع من الخوف وتوقف الاعتماد على نفسه وتوقف الاستقلالية. أوكي؟ هذه النقطة. النقطة الثانية والأهم هو وجود المساعدة المنزلية أو العاملة في المنزل، وهذا الشر اللي لابد منه واللي كلنا نعاني منه. يعني وين تقف الحدود؟ أنا أعطيها مهام معينة وأعطي طفلي مهام معينة، لكن بالتدريج هي تقوم بهالمهام هذه،
ونبدأ إحنا يعني بالذات في مجتمعاتنا اللي معتمدين على العاملات، أقصد أي شخص أو أي أسرة عندهم عاملة، تقل درجة اعتماد الطفل على نفسه واستقلاليته من الصغر، وهنا تخرب الأساليب التدريب اللي إحنا قمنا فيها مع أطفالنا من الطفولة المبكرة، ويوصل عند مرحلة معينة زي ما ذكرت لكم الطفل معتمد على نفسه في بعض المهارات الاستقلالية وبس توقف، ما فيه استمرارية. هذا فيما يخص الاستقلالية. فإيش اللي يحصل؟ الطفل يخدم من قبل والديه ومن قبل العاملة، إن كانت الأسرة عندها عاملة منزلية أو شخص يساعد في المنزل. هذا من ناحية الاستقلالية، فالطفل يبدأ يخدم، يعني الأكل يجاب له، ألعابه تترتب، ملابسه تفرز وتغسل، يمنع الطفل من استخدام أدوات المطبخ زي ما ذكرت لكم، إما خوف من الفوضى أو خوف عليه. أوكي، هذا من ناحية الاستقلالية. طيب خلوني أكلمكم عن موضوع تحمل المسؤولية. راجعوا أنفسكم وابدأوا تذكروا إذا كانوا أطفالكم واصلين لمراحل عمرية متقدمة، وإن كانوا أطفالكم الآن صغار في العمر، راجعوا أنفسكم، هل طفلك هو مسؤول عن نفسه، قراراته، اختياراته، أم أنت تقوم ب نيابة عن الطفل، أنت تقوم بحل المشكلات؟ يعني في مرحلة جدا مهمة في الطفل، problem solving أو القدرة على حل المشكلات، أني أنا أدرب الطفل فيها من الصغر. أحيانا إحنا اللي نختار لهم إيش الألعاب اللي يلعبونها، نختار لهم الملابس، نختار لهم أوقات لعبهم، نختار لهم أوقات اللي حتى يعني يتواصلون فيها مع الآخرين، نختار لهم الأصدقاء، حتى نقول لهم إيش يقولون، إحنا ندربهم على الكلمات، إذا قال لك أحد كذا رد كذا، إذا تبغى تبادر تلعب مع صديق أو صديقتك تكلم بالطريقة الفلانية، أو اذكر أي شيء، اذكر الطريقة الفلانية، تصرف بالطريقة الفلانية، فنتحكم ونحل كل المشكلات، إحنا اللي نتحمل مسؤولية، الطفل ما يتحمل مسؤولية أي شيء، أنا أقوم نيابة عن بحل جميع المشكلات، أي شيء يواجه، ما أعطيه خيار. ومن هنا تبدأ تضعف شخصية الطفل وقدرته على اتخاذ قرارات معينة. طبعا أنا ما أقول ما ندربهم، بالعكس هذه كلها مهام جدا مهمة، لكن في يعني شعرة فاصلة دقيقة ما بين إعطاء الطفل الثقة بالنفس والشعور بالأمان. يعني إحنا نعطيهم مهارات معينة ندربهم عليها من الصغر، لكن نفتح مجال للخطأ. يعني لو الطفل يبغى ياخذ شيء من أحد معين ويجي يشتكي لي، أقول له شوف أنت كيف ممكن تتصرف، روح جرب حاول، أترك الطفل هو يحاول يختار الجملة اللي يقول للطفل الثاني، عطني اللعبة ولا دخلوني معاكم أبغى أشارككم. مثلا الطفل في الصباح نسى أغراض معينة في المدرسة أو ضيعها، ما أجي أنا أحفظه بالحرف الواحد إيش يقول، أخليه هو يتصرف، أنت فكر إيش ممكن تقوم فيك من أفعال، هل تشرح، هل تبرر، وإلى آخره. ونخلي الطفل يتحمل نتيجة أخطائه. إيش المقصود إنه يتحمل نتيجة أخطائه؟ طبعا تكون الأخطاء ما فيها خطورة عليه، تأكد إنه الشيء هذا ما فيه يعني شيء ممكن يأذي الطفل أو يحطه في موقف محرج. لا، في مواقف بسيطة تعليمية من الطفولة المبكرة نقدر إن إحنا ندرب الأطفال عليها. في نقطة ثالثة أحب أذكرها هنا، وهي عدم وجود فرص إن الأطفال يتعلمون تحمل المسؤولية من الكبار. يعني بالإضافة اللي ذكرته، صار فيه فجوة شاسعة ما بين مجتمعات الكبار ومجتمعات الصغار. شلون يعني؟ مثلا المناسبات الاجتماعية صار فيه مكان يجتمعون فيه الكبار مع بعض والصغار مع بعض، وسن الشباب والمراهقين أيضا مع بعض، فبالتالي هل الزيارات هذه صار فيه فرص أقل لأني أنا أشوف نماذج كبار كيف يتصرفون وأنا أقلدهم، وأيضا صار فيه عدم القدرة على أني أنا أمارس ما تعلمته
وما صار في احتكاك مع الكبار بحيث يوجهوا لي أسئلة معينة واضطر أفكر إيش الكلام أو ردود الأفعال اللي أنا أقولها. نجي نبدأ بمرحلة التدريب والتعليم. إذا إيش الحل؟ إحنا تكلمنا عن المشكلات، قلنا طبيعة المجتمع وصار في فروقات ما بين مجتمع الكبار ومجتمع الصغار. أيضا تكلمنا عن إن إحنا نحل مشكلات أبنائنا وإحنا اللي نختار لهم ونوجههم في حياتهم بأنفسنا، بالتالي قلت فرص تحمل المسؤولية. والمشكلة الثالثة اللي ذكرتها في الأول وهي توقف تدريب الطفل على الاعتماد على النفس بسبب أشياء كثيرة، يعني تكون فقط مقتصرة على العناية بالذات. متى تبدأ؟ في عندنا هنا سؤال، أي سن يبدأ الاستقلال والاعتماد على النفس؟ حلو، سؤال جدا جميل، راح أشرح لكم هذا السؤال الآن. أي سن يبدأ الاعتماد على النفس؟ طبعا إحنا ضروري نختار الدور المناسب في العمر المناسب، صحيح أنا ما أعطيه أي دور، لا أتأكد أيضا أن المهارة مناسبة للقدرات، القدرات الجسدية، القدرات على التوازن، العضلات الصغرى تكون مناسبة لقدرة الطفل على الكلام، تكون مناسبة لقدرة الطفل على التركيز والانتباه. زين، نتأكد من إيش قلنا، أن الدور المناسب مناسب للعمر المناسب. نشوف المراحل. الطفل في أول مرحلة هي المرحلة اللي يخاف فيها الطفل من الانفصال عن الأم، فيكون الطفل من الميلاد إلى تقريبا سن 18 سنة الطفل ملتصق بأمه، ما يبغى يتركها، يمكن يلعب شوي قريب من عندها لكن ما يشعر بالأمان، دائما يلتفت يتأكد أنه أمه بجواره. أنا في المرحلة هذه أعطيه تدريبات على المهارات الاستقلالية الخاصة بالعناية بالنفس. من بعد مرحلة 18 شهر أبدأ أركز على احتواء الطفل، أحسسه بالثقة بنفسه وأبدأ أدربه على المهارات الاستقلالية، لأن هنا مرحلة الالتصاق تخف، ولو ما خفت معناته أن الطفل يعاني من مشكلة الخوف من الانفصال، وهنا أنا لازم أركز على أني أنا أدرب الطفل على أنه ينفصل مني. واضحة هالنقطة للشخص اللي سأل؟ طيب نرجع للتدريب. أهم الاستراتيجيات وأحب أبدأ فيها الآن، خلاص طفلك تعود أنه يعتمد على نفسه، يلبس ملابسه مثلا، يلبس الحذاء وإلى آخره. نجي في مرحلة تدريب الطفل على مهام المنزل، اشركي طفلك في مهام البيت، يعني هي كلها تعليمات وأشياء إحنا يعني بسهولة ممكن نقوم فيها. حددي الأدوار، أعطيه أدوار بسيطة وحددي مسؤولياته، فلان أنت مسؤول عن كذا وكذا، فلانة أنت مسؤولة عن كذا وكذا، حتى لو كان فيه مساعدة منزلية وجهيها أنها ما تقدم المساعدة للطفل، خلاص هو يبغى شيء هو بيروح للمطبخ ويجيب الشيء هذا. نجي نشوف إذا كان الطفل ما تعلم، أنت أعطيتيه مهام معينة لكن ما قدر، يمكن الطفل عنده مثلا ضعف في النمو أو مهاراته العضلية الصغرى ضعيفة، قدراته الجسدية، قدرته على التوازن، اللغة، التخاطب، أو من هم مشخصين بذوي الاحتياجات الخاصة. هذول الأطفال نحتاج ندربهم على مهارة الاعتماد على النفس أكثر من ذوي النمو الاعتيادي. ليش؟ إن الطفل اللي نموه في مراحله الطبيعية حتى لو ما دربتيه على المهارات الاستقلالية في المستقبل إيش اللي راح يحصل؟ في المستقبل هذا الطفل إذا وصل مرحلة عمرية سن المراهقة وبدأ يطلع من البيت ويعتمد على نفسه، بالتدريج يفترض إن شاء الله إنه ما تجيه يعني صعوبات وبيتعلم. أيضا الطفل ذو النمو الاعتيادي حتى لو ما دربتيه عنده القدرة على التقليد، قدراته العقلية تساعده إنه يقلد، ينمذج، عنده القدرة على الطلب والسؤال، وروني كيف أسوي الشيء هذا، أنا عندي مشكلة ساعديني فيها. لكن الطفل اللي نموه ما هو طبيعي وأقل من أقرانه تضعف قدرته على التقليد، قدرته على الانتباه والتركيز ضعيفة، وبالتالي تتأخر المهارات الاستقلالية. فهذا الطفل غيره أكثر منه ضروري إني أنا أدربه على المهارات الاستقلالية وأبدأ أعطيه مهام بسيطة في البيت إنه يقوم فيها. أقسم المهام وأعطيه واجبات منزلية
تنفعه هو تخدمه، لكن من خلال اللعب من خلال التشجيع يتعلم هذه المهارات. أنا حبيت أنبه وأركز على هذه النقطة، لأن بصراحة إحنا عن مشكلتنا نقول لا أطفالنا ما عندهم القدرة، ما عنده نقص في الانتباه، ولا عنده صعوبة في التركيز أو ضعف في العضلات، فخلاص أنا بقوم بالمهارة هذه. بالعكس، هذا الطفل أكثر دربيه على الشيء هذا. نجي نشوف كيف نعلمهم. في طفل يعتمد على نفسه بعض الأحيان لكن عنده مشكلة في الانفصال، كيف نعطيه خطوات الانفصال؟ خطوات الانفصال يعني في بذكر بعض الاستراتيجيات وقد أجاوب عليها، وفي حالة عدم الإجابة عليها برجع لكم إن شاء الله. الاستراتيجيات، أوكي، عندنا نوعين اللي هو التقليد والتدريب، وراح أذكر بعض الاستراتيجيات الأخرى إن شاء الله، بس أبغى أبدأ في هالنقطتين. التقليد اللي نسميها في علم التربية هو النمذجة، نبدأ بأنفسنا زي ما ذكرنا، الوالدين يكونون مثال وهم يقومون بأعمال معينة، يعني مثلا خلصت أغراضك وأدواتك، خذ رجعها بس تكلم بصوت عالي واذكر انه انا لازم ارجعها بمكانها علشان اذا رتبتها الاقيها، عشان ما تضيع، انا لازم اجيب مويه بنفسي علشان انا اخدم نفسي، عشان احط المقدار اللي ابغاه، وهكذا. لو الطفل ما عنده القدره انه يقلدك، اذا انت نمذجت بطريقه غير مباشره، نمذج بطريقه مباشره، يعني جلس الطفل قدامك وحط الغرض وانت تسوي له حاله، يعني انت لو بتدرب على ارتداء ملابسه انت تجيب لبس ودربه على هذا الشيء. درجوا في عمليه النمذجه، كيف ندرج في عمليه النمذجه؟ يعني نجي نعمل شيء اسمه التسلسل العكسي. ايش التسلسل العكسي؟ انت قومي بالمهمه بالبدايه، وبعدين بقي اخر فقرتين وخليه هو يسويها. يعني مثلا يبغى يلبس البلوزه، زين، انت ساعديه انه يدخل يده اليمين وبعدين يدخل يده اليسار، هو يسكرها. المره اللي بعدها بعد فتره يوم يومين من التدريب، اخلي انت يدخل يد اليمين وبعدين هو يدخل يسار. اللي بعدها لا، انت بس قربي اللبس قدام البلوزه او الجاكيت. اي مهاره لها بدايه ونهايه، انت اعملي شيء اسمه التسلسل بس بالعكس، ابدي بالاخير، قومي بالاول وبالاخير، بقي له خطوتين ثلاثه واعمليها. هذا بالنسبة للأطفال إذا كان عندهم مشكلة معينة. وكل شيء طبعا بالتدريب، أنا ذكرت لكم من النمذجة، نجي فقرة التدريب. التدريب أول شيء اختار الأولويات، يعني إيش اللي يهمك، مهارات العناية بالذات خلاص ابدأي فيها، اترك الأشياء الثانية، لا تركزين أو لا تركز على المهارات الأخرى. زين، نبدأ بالمهارة الأولية اللي أنا تعنيني لها، يعني يعتمد على نفسه عشان ما يحتاجني دائما، وعشان مو دائما انا اسوي للمساعده والسبورت. خلصنا اتقنها، انتقلي للمهارات اللي بعدها واللي هي كانت سابقا اقل اهميه، لكن الحين حطيها في خانه الاولويات. حتى في الاولويات لا تركزين على اكثر من مهاره في نفس الوقت، اختار مهارتين مثلا وركز على تدريب الطفل. بعد كذا اعتمدوا على المعينات البصرية، يعني كيف معينات بصرية، ركزوا على الصور، البطاقات، الأشياء اللي الطفل ممكن يشوفها فيها تسلسل معين، واشرحي بالصورة الآن تقوم بكذا، كيف تصفط ملابسك وتحطها مثلا في الدولاب، كيف ترتب ألعابك، كيف تفرش أسنانك، كيف تعمل لك ساندويتش معين، كيف تفرد الأكل مثلا فيه وتسكر الساندويتش وتقصها، كيف تصب لك كاس المويه، كلها من خلال المعينات البصريه، خاصه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. اللي اهم من كل هذا، يعني تخيل انت تدربين طفلك او انت تدرب طفلك وما في تشجيع، ما في احسنت، هذه النجمه او هذه علامه صح، وبالتالي اخر الاسبوع بعطيك شيء، او انا بعمل لك كيكه علشانك انجزت وساعدت ورتبت اغراضك. لازم يكون فيه تشجيع باستمرار وتعزيز عند نجاح اي مهمه. خلصنا من هذا الشيء، واصلي،
يعني أنا أسمع كثير من الأهالي الآن مثلا هنا عندي مشكلة التدريب على الدخول للحمام مثلا، مثلا في مشكلة الـ إيش، أنا خايف على بنتي، والآن ما عندها استقلالية بالذات في التعامل مع الناس والأطفال. في أشخاص توهم داخلين، أبغى أذكر بس باختصار هذه الاستراتيجيات. شوفي عمر الطفل زين، وباستمرار دائما جيبوا المراحل النمائية، في ليست أو تشيك ليست موجودة بالإنترنت، ابحثوا عن المراحل التطورية، أن الطفل في العمر الفلاني المفروض ينجز المهارات الفلانية، واختاري المهارات المناسبة له زين، كنت حتى سجليوها اكتبوها على ورقة وقلم. بديتي بالمهارات الأساسية، دائما احنا نركز زي ما قلنا تناول الطعام، قضاء الحاجة، اعتماد على النفس في قضاء الحاجة في الحمام. بعد كذا نبدأ في موضوع النمذجة، اني انا اجي اشرح قدام الطفل واقول للطفل المهارة الفلانية أعملها بالطريقة الفلانية، أسجل فيديو، أنا أقوم بيه أمام الطفل، أجيب شخص آخر قدام الطفل إنه هو ينمذجها قدامي، وأقول له شفت فلان، شفت أبوك، شوف أخوك، شوف أختك، كذا المهارة. أحسنت، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة اللي هو التسلسل العكسي، يعني أنت ابدي بالمهارة نيابة عنه ووقفي عند آخر مرحلة خليه يكملها، تكون أسهل. بعدين مرة ثانية ابدأي فيها واتركي آخر مهارتين، آخر 3 مهارات إلى ما ينجزها بشكل كامل. التشجيع والتعزيز جدا مهم، واللي أهم من كل هذا لا تيأسوا، خاصة مع الأطفال ذو النمو الغير طبيعي اللي أقل من أقرانهم، لا تيأسوا، وما يتعلمون بسهولة ويحتاجون وقت أطول. استمروا، واصلوا إلى ما يتعلموا، لكن ما تيأسوا تقولي خلاص أنا بقوم بالمهمة هذه نيابة عنه، لا. وحتى لأطفالنا، يعني إحنا نيأس نقول خلاص ما هو بعارف يسوي الشغلة الفلانية، يا تعالي يا فلانة العاملة أو الخادمة أنت سويها نيابة عنه. بالعكس، يجب إن إحنا نستمر يعني بالتدريب، بالتدريب يوم ورا يوم. المهارة الواحدة في أطفال خصوصاً الاعتماد على النفس في قضاء الحاجة قد تأخذ وقت طويل جدا، خاصة إن الطفل عنده مشكلات سلوكية أو تأخر نمائي كبير يعني أو قوي. بالنسبة لمرحلة الانفصال، بالفعل هي تأثر على الاستقلالية. مرحلة الانفصال كلها تجي من خلال نقطتين، أول شيء التدريج، ثاني شيء الشعور بالثقة أو أحس الطفل بالأمن والأمان. يعني ما أجي فجأة أختفي عشان أدربه أروح ساعة كاملة أو حتى ساعات أحيانا، لا، أعمليها بالتدريج، يعني خليك أمام طفل، قدام الطفل، وريه إنه كل شيء هنا سيف وأمان وما في شيء خوفه، والعبي معاه، وبعدين أعطيه شيء هو يساعد إنه يلعب باستقلالية، وابتعدي عنه مسافة مترين، بعدين 3 أمتار، بعدين خليك عند آخر الغرفة عند الباب، بعدين أخرجوا برا الباب شوي شوي بالتدريج. هذه متى نبدأ فيها؟ نبدأ فيها من عمر السنة، يفترض إلى عمر السنتين الطفل تجاوز المرحلة هذه اللي هي الخوف من الانفصال. لكن زي ما ذكرت لكم بعض الأطفال يتأخرون، واصلوا في التدريب إلى ما يشعر بالثقة، لأنه بعد كذا يحتاج الطفل يدخل رياض الأطفال، وكلنا نعرف الانفصال يكون أصعب في مرحلة رياض الأطفال، لأن أنت بنفصلين لساعات. لكن لو كان طفلك من هالنوع بالعكس، درجي واتفقي مع رياض الأطفال أنه الانفصال عنده صعب، فبالتالي أنا راح أكون متواجدة وكل نص ساعة ممكن أجي أشوف الطفل أو أزور الطفل. إذا الطفل حسي، إذا الطفل ما هو بصري، ما يتعلم بالصور والبطاقات حسية، هذه أجمل learning style، أفضل طريقة في التعلم الحسي. ليش؟ لأنه يعني هذا يتعلم بفعل الشيء، بعمله. فبالتالي أنت أمسكي يدينه، خليه يمسك الأشياء، ساعدي إنه يعتمد على نفسه في فك الأزرار، فك السحاب، ربط الحزام، وإلى آخره. في نقطة مهمة في المهارات الاستقلالية للأطفال اللي هي اسمها تبسيط المهام.
كيف تبسيط المهام؟ أول شيء خلي كل شيء على مستوى سطح الطفل، حتى طاولة الطعام حطوها نازلة، الكرسي نازل، طاولة الطعام نازلة مثلا، جيبي كاسات في المطبخ تكون بلاستيك ما تخافين عليه ينكسر أو تتكسر عفوا، خلي الأشياء في متناول يديه، الألعاب اللي أنت تبغينه يلعبها وما فيها خطورة عليه تكون في متناول يديه، بسطي كل شيء يكون في متناول يديه وبعيد عن الخطر، وما تخافين عليه انه بينكسر وتقولين والله ضيعت وخسرت الفلوس. في احد الامهات كانت تقول لي انا اجيب الطقم الفناجيل والبيالات من ابو ريالين عشان اذا كسرها ما ازعل عليها. حلو الفكره هذه، ليش لا؟ احنا نجيب اشياء، يعني مشكلتنا احنا نخاف على بيتنا ولا تمسك ولا تلمس ولا تعمل وانا اللي بسوي لك وخلاص، ما عاد فيه مهارات الاعتماد على النفس. فبالتالي بالعكس، يعني خلوا الطفل ما يخالف يخرب شوي شوي، ساعديه وجهيه انصحيه وخليه يعني هو يعمل هالأشياء هذه لحاله بالاعتماد على النفس. النقطة الثانية اللي حبيت أذكرها إنه ابتعدي عن المثالية، يعني مو ضروري إن المهمة تنجز على أكمل وجه وتصير كاملة، حتى لو فيها أخطاء أشياء ما عرف يعني ينجزها بطريقة صحيحة أو كاملة، شجعي حتى على الإنجاز البسيط. زين، وأرجع أقول واصلوا ولا تيأسوا، واصلوا في التدريب لما يوصل مرحلة المراهقة وأنتم تدربون على المهارات الاستقلالية، الاهتمام بالأشياء الموجودة في البيت. يعني أقصد يعني إنه يعمل أكل بنفسه، يرتب غرفته على الأقل إلى آخره. في نقطة جدا مهمة اللي هو الثقة إعطاء الأمن والأمان للطفل. يعني منطقة الألعاب إذا أنت مطمئنة إنها ما فيها خطورة أكيد الطفل بيلعب فيها وبيبدع فيها. أنا هنا أبغى أركز على ناحية الإبداع. ليش؟ إيش اللي أقصد في الإبداع؟ أقصد الاكتشاف. يعني خلي الطفل يتسلق ويطيح ويفك ويركب ويلعب ويلون، هذه في الاكتشاف تساعد الطفل على انه يشعر بالامان وبالتالي تؤدي الى الاعتماد على النفس في المستقبل. اذا انت وضعتي طفلك في بيئة آمنة ما فيها خطر ولا فيها تهديد وتركتيه يلعب ويكتشف ويتعرف على العالم الحقيقي زادت ثقته بنفسه. ايش المقصود بالعالم الحقيقي؟ العالم الحقيقي ما هو بروتكتد، العالم الحقيقي انت ما انت موجوده معاه، الطفل بيروح المدرسه هو لازم يواجه مشكلاته هناك بنفسه ويعرف يتحدث مع زملائه ويدافع عن نفسه ويتحدث مع المدرسين والى اخره. وهنا نجي في نقطه ترك الطفل يتحمل مسؤوليته بنفسه. نخطئ احيانا بنسميه تغشيش الطفل، نغشش الطفل نقول لما تروح للمدرسه وانت مثلا ما حليت الواجب ولا ما عرفت تسوي كذا قل كذا وكذا اذكر كذا، نعطيهم حتى الاعذار. هنا احنا نخلي الطفل خلاص كل شيء جاهز واحنا مظله فوق راسه، ما عليك لا تخاف انا بحميك وانا بساعدك وانا بذكر لك. نجي لمرحلة ممارسة الأخطاء. يعني الطفل أخطأ وهو صغير أو مرحلة المراهقة أو طفلك تشاجر مع أحد وأساء التصرف، في فرق بين التوجيه وبين الملامة وتحسيس الطفل إن أنت يعني ما تعرف تتصرف. زين، المفروض أني أنا في هذه المرحلة أوجه من غير ما ألقي باللوم على الطفل، يعني ما أقول له ليش وخطأ وأخوفه وكذا بيفقد الثقة وما بيجي يذكر لي أي شيء. فإذا صار في مشكلة لدى الطفل أترك مساحة من الثقة وأخلي الطفل يجي يتكلم معي، وبالتالي أعطيته فرصة للاعتماد على نفسه وأنه يقوم بالمسؤولية. نجي بتكليف المهام البسيطة، يعني يروح يودي شيء، يوصل شيء لأحد، مهام حتى لها علاقة بالتدريج، لها علاقة بطلب شغلات معينة، طلب أكل، طلب شيء أونلاين مثلا، اهتمام بالصغار اللي موجودين في البيت. وزي ما ذكرت لكم حتى لو أخطأ نوجه من غير تحطيم، من غير ما نلقي باللوم عليه. والأهم من كل هذا المديح والثناء، صغار أو كبار، امدحي أي إنجاز حتى لو كان هذا الإنجاز بسيط.
راح أشوف إذا في أسئلة هنا. يرسمون على الجدار، خليهم يرسمون على الجدار. طيب، في هنا بنتي عنيدة جدا، تبكي قبل تطلب وما تسكت إلا إذا أخذت الشيء. ما أعرف هل تقصدين أخذته يعني بقوة أو بعصبية. طبعا التواصل جدا مهم، يعني أنا أساعد الطفل أن يعبر، وتكلمت عن الشيء هذا في قبل أسبوعين في حلقة قبل هالشيء هذا، قبل حلقة اليوم أقصد. التواصل جدا مهم، يعني خلي طفلك يكون عنده القدرة على توصيل الكلمة، إما أنك تعرضين عليه خيارات أو تعرضين عليه صور معينة بطريقة معينة، بحيث أنه يوصل لك الشيء اللي أنت تبغينه، خاصة لو كان الطفل عنده تأخر في الكلام. إن شاء الله ترجع المدارس وترجع رياض الأطفال، ونبدأ ندرب أنفسنا وندرب أطفالنا على الاعتماد على النفس. صحيح، عجبني هذا الكلام. هنا في مشارك أو مشاركة إنه ولدي عنده مشكلة في اللغة والاستيعاب، والحمد لله مع التدريب تطور كثير وغطينا الفجوة اللغوية، ويفاجئنا الآن في قراءة النصوص الإنجليزية وبعض الأحيان العربية. أنا أبغى أحط 3 خطوط على كلمة التدريب. اللي نجح هنا التدريب واستمرارية التدريب. فأنا إذا بدرب طفلي إنه يكون مسؤول عن نفسه مستقبلا وهو يتخذ قرارات، أبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة وأدرب وأستمر في التدريب وأستمر في التعزيز. طيب، أفتح المجال الآن إذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار. ذكرنا تقريبا ملخص تدريب الطفل على المهارات الاستقلالية وعلى تحمل المسؤولية. قلنا كل شيء يجي من خلال تجزئة المهارات، نحط أولويات عندنا، نسجل أشياء اللي يحبها الطفل أو المفضلات اللي يحبها الطفل وأستخدمها في التعزيز، نبسط المهام، نترك البيت كله على مستوى مناسب لسطح الطفل بحيث مناسب لنظره، مناسب لمهاراته الحركية، ويؤدي المهام والمهارات بطريقة ناجحة. نبتعد عن البرفكشن، انه لازم الطفل كل شيء كامل. لا، اقبلي الأخطاء، اقبلي أنصاف الحلول، حتى لو الطفل يعني عمل شيء ربع صح. شجعي، عززي، وزي ما ذكرت لكم الاستقلالية لا تولد مع الطفل، تجي من التربية ومن التدريب واستمرارية التدريب. دربوا ولا تيأسوا. طيب، راح أترك المجال شوي، 2 دقيقتين زيادة، إذا في أي استفسار تفضلوا. أشكر لكم متابعتكم، وأشكر لكم المشاركة في الأسئلة، وفي أيضا المشاركة ودعمي أنا أيضا في الإلقاء وتذكيري ببعض الأفكار وبعض المهام. اللي أحب أقوله، لا تنتظرون إلى أن يكبر أطفالكم ويصبحون في سن المراهقة وتعتقدون أنه بالمراهقة خلاص يعني بيتعلمون. لا، نبدأ من الصغر. البعض ممكن ينجح، لكن أنا أقدر أخلي النجاح أفضل، وتكون القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات عند سن المراهقة والاستقلالية، وبعد ما يتخرجون من الجامعة تكون القرارات والمسؤولية اللي يتحملها صحيحة وقراراته صحيحة. ما في مجال يعني للخطأ، بالتأكيد لازم يكون في يعني اتركي مساحة بسيطة للخطأ، لكن لا تنتظروا إلى أن يكبروا أطفالكم ويصبحوا مراهقين. ابدأوا بتعويدهم على المهارات الاستقلالية من الآن، بغض النظر عن مرحلة أطفالكم، أطفال صغار، طفولة مبكرة، متأخرة، ابدأوا بتدريبهم من الآن، عززوهم واستمروا بالتدريب. وبالتوفيق إن شاء الله لكم جميعا، وأشكر جمعية إشراق على استضافتي، وإن شاء الله أتمنى ألتقي فيكم مرة أخرى. مع السلامة وتصبحون على خير.